أدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أهل بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: المسألة 14، هل في الثعلب جزاء؟ هذا ينبني على مسألة، وهي هل الثعلب مما يباح أكله؟ لأنه لا يطلق عليه صيد، لا يطلق عليه صيد إلا إذا كان يباح أكله. تقدم معنا أنه ما يطلق على الصيد إلا على ما يباح أكله، والثعلب الصحيح أنه لا يباح أكله لأنه من ذوات الأنياب، يفترس البهائم الصغيرة، فهو من السباع، وعلى هذا فمن قتله ليس فيه جزاء. الجزاء إنما هو في صيد ما يباح أكله، أما إذا قتل شيئا مما لا يباح أكله فليس بصيد. ولذلك استدل العلماء بحديث الضبع، قال صلى الله عليه وسلم: الضبع صيد، وفيه شاة إذا صاده المحرم. استدل العلماء بهذا الحديث على أن الضبع مما يباح أكله لأنه سماه صيدا، ويكون مستثنا من ذوات الأنياب الضبع. قال: المسألة 14، هل في الثعلب جزاء؟ قال: في المسألة قولان، الأول فيه الجزاء، وهو قول طاووس وقتادة ومالك والشافعي والحسن. الثاني ليس فيه الجزاء، وهو قول الزهري وعمر بن دينار وابن أبي نجيح وأحمد وابن المنذر. قلت: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، والثعلب له ناب يفترس به، أو يفترس به صغار البهائم والطيور، وإلا فهو يفر من الآدمي ويخاف. وعلى هذا فالصحيح القول الثاني، لأنه لا يحل أكله وليس بصيد. ومن قال فيه الجزاء فإنهم يرون أنه يباح أكله، وبعضهم علل بأن نابه ليس بقوي، وهذا لا يكفي في إخراجه من عموم النص السابق. تنبيه: هناك حيوانات أخرى مختلف فيها هل فيها جزاء أم لا، وذلك بناء على اختلافهم في جواز أكلها أم لا. فما أبيح أكله وجب فيه الجزاء، وما لا يباح فليس فيه الجزاء، وبيان ذلك إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة. فإذا في كتاب الأطعمة يتبين لك ما قيل فيه أنه يباح أكله، فمعناه وهو من المتوحش فهو إذا صاده المحرم في الجزاء. قال: المسألة 15، ماذا يجب على من صاد وهو محرم؟ ماذا يجب على من صاد وهو محرم من الجزاء؟ قال: بيان ذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. جعل الله كفارة لمن قتل الصيد وهو محرم متعمدا. فذكر ثلاث أمور في الآية، من يذكر الثلاثة من الآية نفسها؟ من يسمي الثلاثة؟ ده إبراهيم: جزاء مثل ما قتل من النعم، أي يهدي هديا بالغ الكعبة. هذا الأمر الأول، الفدية، فدية الصيد بأن يذبح من النعم، النعم هي الثلاث البهائم
الإبل والبقر والغنم، ما يطلق الأنعام إلا على هذه الثلاثة الأصناف. الأنعام ما تطلق إلا على هذه الثلاثة الأصناف، الإبل والبقر والغنم، مثل ما قتل من النعم. وقوله يحكم به ذوى عدل منكم، ما المقصود بهذا؟ يحكم به ذوى عدل منكم، ذكى هيثم، يعني رجلان من أهل الخبرة والعدالة والعلم، يشبهان المقتول من الصيد بأشبه بأقرب ما يشبهه من الثلاث الأصناف من الإبل والبقر والغنم، فما كان قريبا منه حكموا عليه، فمثلا حمار الوحش وبقر الوحش حكموا عليه ببقرة، حكموا عليه ببقرة، مثلا الغزال حكموا عليه بشاة، الأرنب حكموا عليه بشاة صغيرة، وهكذا. هذا هو معنى يحكم به ذو عدل منكم. وسيأتي معنى أن هناك أحكام قد سبق بها الصحابة فيعمل بما حكم به الصحابة، ما كانوا قد حكموا فيه فيعمل بما حكم به الصحابة. وإذا وجد من الصيد ما لم يتقدم فيه حكم عن الصحابة فعالمان عدلان ذوى خبرة يلحقانه بأقرب ما يشبهه من النعم. هذا الأمر الأول. ما هو الأمر الثاني من الفدية؟ مخير بين هذا وبين عندك أبا الياس، أو كفارة طعام مساكين. طعام مساكين، كم يطعم مساكين؟ ما ذكر، اختلفوا، سيأتي معنا في تحديد هؤلاء المساكين. أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. طعام المساكين قال، سيأتي معنا أنهم قالوا ينظر ثمن الشاه وينظر كم تخرج من الطعام، فيخرج طعاما بقيمة الشاه مثلا إذا كان الواجب عليه شاه، وإذا كان الواجب عليه بقرة بما بثمنها طعاما. هذا أحسن ما ذكر في التحديد، ويأتي الخلاف إن شاء الله. والصيام اختلفوا فيه أكثر، وسيأتي الكلام فيه لأنه لم يحدد مقدار الإطعام والصيام في هذه الآية. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة، بأيها شاء كفر، موسرا كان أو معسرا، لأن الله عز وجل خيره بين الثلاثة الأمور بحرف العطف أو المفيدة للتخيير. حرف العطف أو يفيد التخيير. بأيها شاء كفر، موسرا كان أو معسرا. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية ثانية خلاف المشهور عن أحمد، أنها على الترتيب. أين الرواية الأولى؟ ابن قدامة إذا حكى كلاما في كتابه فهو يحكي مذهب أحمد، فقول ابن قدامة قاتل الصيد مخير في الجزاء بأحد هذه الثلاثة يعني في مذهب أحمد، ثم قالوا عن أحمد رواية ثانية، فابن قدامة جعل كتابه أولا على طريقة الحنابلة، على مذهب الحنابلة، ثم يحكي المذاهب الأخرى. ولذلك ما قال وهذا قول أحمد، قال وهذا قال مالك والشافعي، إشارة إلى أن هذا الأول هو قول أحمد. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وعن أحمد رواية ثانية أنها على الترتيب، فيجب المثل أولا، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يجد صام. وروي هذا عن ابن عباس والثوري، سيأتي الكلام على أثر ابن عباس، لأن هدي المتعة على الترتيب، وهذا أوكد منه، لأنه بفعل محظور،
وعنه رواية ثالثة أنه لا إطعام في الكفارة، وإنما ذكر في الآية ليعدل الصيام، لأن من قدر على الإطعام قدر على الذبح، هكذا قال ابن عباس، وهذا قول الشعبي وأبي عياض. قال أبو عبد الله غفر الله له: الآية نص في التخيير بين الثلاثة الأمور، فالراجح والصواب هو القول الأول والله أعلم، وقول الشعبي وأبي عياض الذي هو لا إطعام في الكفارة. عزاه النووي في المجموع إليهما، وزاد النخعي وزفر. وقول ابن عباس الأول في الترتيب له طريقان كما في تفسير ابن جرير، وفي كليهما ضعف. وأما أثره الثاني في عدم الإطعام فهو من طريق الحكم بن عتيبة عن مقسم عنه، والحكم لم يسمع من مقسم إلا بعض الأحاديث نحو خمسة أو ستة كما في جامع التحصيل، وعلى هذا فهو ضعيف والله أعلم. المسألة السادسة عشرة: من الذي يحكم بالمثل من النعم؟ أمر الله عز وجل أن يحكم بذلك رجلان عدلان، والصيد منه ما حكم به الصحابة رضي الله عنهم، ومنه ما لم يرد عنهم فيه الحكم. فأما ما حكم به الصحابة، ماذا نصنع به؟ ما حكم به الصحابة، عند يا عبد الله أخذ بما حكم الصحابة. فأما ما حكم به الصحابة فأكثر أهل العلم على أنه يؤخذ به، لأنهم أعلم منا وأحكموا وهم عدول وقد قضوا بذلك، فوجب المصير إليه. وهذا قول عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم وغيرهم. وذهب مالك وابن أبي ليلى والحسن بن حي والثوري إلى أنه لا بد من استئناف حكمين، ثم اختلفوا فقال مالك: الخيار إلى المحكوم عليه لا إلى الحكمين، ويقول لهما: لا تحكما علي إلا بالإطعام إن شاء، أي يقدرون عليه الإطعام، أو بالصيام إن شاء، يقدرون عليه الصوم، أو بالجزاء إن شاء. وقال الباقون: الخيار إلى الحكمين لا إلى المحكوم عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل حكم بحكم من مضى. قلت: والأظهر أن ما حكم به الصحابة يرجع إليه والله أعلم. والله عز وجل أمر بالحكمين فيما يتعلق بالتنفيذ من بهيمة الأنعام، أما الإطعام والصوم فهو يلتحق بذلك، لأنه إذا مثل ببهيمة الأنعام عرفنا كم مقدار الإطعام تبعا، وعلمنا أيضا كم مقدار الصوم تبعا كما سيأتي معنا. المسألة السابعة عشرة: إذا صاد المحرم نعامه فماذا عليه؟ أكثر أهل العلم على أن عليه نظيره من النعم وهي البدنة، ولم ينقل الخلاف إلا عن النخعي وأبي حنيفة، فقال عليه القيمة ويجوز صرفها في المثل، وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد، يعني أبو حنيفة والنخعي أولا يحكمون عليه بالقيمة، ثم يقولون القيمة هذه ينظر كم يشترى بها من بهيمة الأنعام، هذا فيه نظر، الله أمر بتمثيلها من بهيمة الأنعام. وقد مثلوا النعامة بالبدنة لأنها كثيرة اللحم طويلة العنق مثل البدنة، فيها شبه بالبدنة وكثيرة اللحم. والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمع من الصحابة أنهم قضوا بذلك، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بطرق يحسن بها كما في سنن البيهقي، وجاء عن ابن مسعود بسند منقطع، وجاء عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت رضي الله عنهم بإسناد منقطع في موضعين. المسألة الثامنة عشرة: إذا صاد المحرم حمارا وحشيا فماذا عليه من النعم؟ في المسألة قولان: الأول عليه بدنة،
جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع وروي عن ابن عباس ولم أقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في المحلى الرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح، وهو قول عطاء والنخعي وأبي عبيدة وأحمد في رواية. الثاني عليه بقرة، عزاه ابن قدامة إلى عمر رضي الله عنه ولم أقف عليه، وهو قول عروة ومجاهد وعطاء والشافعي وأحمد في رواية. قال ابن حزم رحمه الله في المحلى وجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة، لأن البقرة وحمار الوحش ذوى شعر وذنب سابغ وليس لهما سنام، والناقة ذات وبر، ذات وبر وذنب، وذنب قصير وسنام، فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة. قلت هذا القول والصواب والله أعلم، الأشبه أو الأقرب أن يماثل بالبقرة حمار الوحش، وكذلك بقر الوحش من باب أولى. المسألة 19، إذا صاد المحرم بقرة وحشية فماذا عليه من النعم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي بقرة الوحش بقرة، روي ذلك عن ابن مسعود وعطاء وعروة وقتادة والشافعي. قلت أثر ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق من طريق الضحاك بن مزاحم عن ابن مسعود، والضحاك لم يدرك ابن مسعود، فهو ضعيف منقطع، ولكن الحكم عليه فإن المماثلة بينهما ظاهرة جدا. المسألة 20، إذا صاد المحرم ظبيا فماذا عليه من النعم؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي الظبي شاه، ثبت ذلك عن عمر وروي عن علي، وبه قال عطاء وعروة والشافعي وابن المنذر ولا نحفظ عن غيرهم خلافهم. انتهى. قلت أثر عمر رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وأثر علي رضي الله عنه أخرجه أيضا عبد الرزاق من طريق سماك عن عكرمة عنه، وسماك رواية عن عكرمة مضطربة، وعكرمة لم يسمع من علي رضي الله عنه فهو منقطع. إذن ثابت عن عمر أنه أفتى أن في الظبي شاه. المسألة 21، الوبر ماذا فيه؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وفي الوبر شاه، الوبر هو معروف شبيه بالأرنب أصغر منه، وبعض الوبر البري قد يكون قريبا من الأرنب. وفي الوبر شاه، روي ذلك عن مجاهد وعطاء، قال القاضي فيه جفرة وهي ما بلغ 4 أشهر من ولد المعز، أي قضوا فيه بشاة صغيرة لأنه ليس بأكبر منها. وقال الشافعي إن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة، الجفرة من ولد المعز أقل من الجذع، ما قد وصل أن يكون جذعا. قال أبو عبد الله غفر الله له الجفرة أقرب إلى المماثلة بالوبر من الشاه، وهو أقرب إلى حكم الصحابة في اليربوع كما سيأتي. قال المسألة 22، اليربوع ماذا فيه؟ واليربوع أيضا حيوان صغير شبيه أصغر من الأرنب أو قريبا منه، وفيه شبه بالفار، ويقولون إنه يحفر في الأنفاق الأرض يجعل له بابين، باب احتياط للفرار، فما يظهره يبقى خفيا، يبقى خفيا ما يجعله ظاهرا، يغطيه أشياء خفيفة فما يظهر إلا فتحة واحدة. قال فيه قولان، الأول فيه جفرة، وهذا القول صح عن عمر وجاء عن ابن مسعود بسندين يحسن بهما، وهو قول عطاء وأحمد والشافعي وأبي ثور. الثاني قال النخعي فيه ثمنه أي القيمة، وقال مالك قيمته طعاما، وقال عمرو بن دينار ما سمعنا أن الضب واليربوع يوديان. قلت والصواب ما قضى به الصحابة والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.